هلو ذير، في حلقة النهاردة هنتكلم عن 5 طرق تمارس بيهم انجليزي لوحدك وكمان في البيت. انا اسمي احمد حسن وانتوا تتفرجوا على قناة Learn Different. اول حاجه ممكن تعملها هي انك تقول كل حاجه انت بتعملها في يومك بالانجليزي. فمثلا لو بتشرب فنجان قهوه دلوقتي تقول I'm drinking a cup of coffee. I'm drinking a cup of coffee. لو هتكلم واحد صاحبك في التليفون مثلا تقول I will call my friend، وهكذا. اي حاجه تعملها في يومك تقوم قايلها بالانجليزي او تتكلم عنها بالانجليزي. رقم 2، اتفرج على فيديوهات انجليزي سواء كانت افلام او حتى فيديوهات تعليميه بس باللغه الانجليزيه. هيجي واحد يقول لي انا بتفرج على افلام بس ما ببقاش فاهم هم بيقولوا ايه اصلا. ما هو ده طبيعي في الاول لانك ببساطه مش واخد على انك انت تسمع انجليزي، فانت هتتفرج على افلام عادي وتحاول تتجنب انك انت تشوف الترجمه على قد ما تقدر. في الاول الموضوع مش هيكون سهل، مع الوقت تدريجيا هتلاقي نفسك بتلقط بعض الكلام اللي هم بيقولوه. حاول تربط الكلام ده والكلمات اللي مش هتلاقي نفسك فاهمها من اللي هم بيقولوها. افتح الموبايل بتاعك وطلع البحث بتاع جوجل، هتلاقي في حاجه اسمها البحث الصوتي. دوس على علامه البحث الصوتي وحاول تقول الكلام اللي هم بيقولوه بنفس الطريقه بتاعتهم، هتلاقي جوجل بيطلعه لك وبيقول لك كمان الكلام ده معناه ايه. حاول تعمل كده وتدريجيا هتلاقي نفسك بتتحسن مع الوقت. ثالث حاجه، صور نفسك وانت بتتكلم انجليزي. ادي نفسك 10 دقائق كل يوم تتكلم فيهم انجليزي مع نفسك، سواء بقى تتعلم كلمات جديده وتحطها في جمل وتبدا تستخدمها في يومك، تبدا توصف الحاجه اللي حواليك، توصف اوضتك، توصف الناس اللي حواليك، توصف اي حاجه، او تبدا ان انت مثلا توصف يومك وتحول ده لفيديو تصور نفسك وانت بتعمل الحاجات دي كلها، وهكذا. رابع حاجه ممكن تعملها هي انك تحول كل الكلام ده لكلام مكتوب. ابدا اكتب كل حاجه بتحصل في يومك، اكتب الاحداث، اكتب كل الكلام اللي انت بتقوله ده وحوله لكلام مكتوب على ورق. ده هيساعدك كتير ان انت تقوي مهاره التفكير بالانجليزي في دماغك، وكمان هيساعدك كتير ان انت يبقى ذهنك حاضر دايما وتبقى جاهز دايما ان انت تتكلم انجليزي في اي وقت، وكمان هيقوي استيعابك واتصالك باللغه وهيفيدك جدا في التعلم. خامس حاجه واخر حاجه هي انك انت تسمع كتب صوتيه، يعني تجيب الكتب الانجليزيه وتجيبها في شكل صوتيات او ملفات صوت تبدا تسمعها وانت تعمل اي حاجه في حياتك اليوميه. طب بمنتهى البساطه انا ممكن اجيب الكتب الصوتيه دي منين؟ في جروبس كتير على الفيسبوك بتقول ازاي تقدر تحمل الكتب الصوتيه دي وايه المواقع اللي ممكن تحمل منها الكتب دي. ومن اشهر الجروبس دي هو جروب فري كورسز اند بوكس، وده اشهر جروب بينزل على طول بوستات او منشورات يوميه تعرف ازاي او منين تجيب الكتب دي، وبينزل لينك ورابط لكتب مسموعه ولقصص مسموعه وحاجات كتير جدا وكلها مفيده ليه. وبس اتمنى تكون استفدت، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان تشوف كل الفيديوهات، وفعل جرس التنبيهات وما تنساش علشان خاطر يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اللي هننزلها. وكمان ما تنساش تتابعني على فيسبوك انستجرام وتيك توك. وخلي بالك من حاجه مهمه جدا، كل منصه من دول بينزل عليها فيديوهات مستقله ما بتنزلش على اي منصه ثانيه، اتاكد انك تتابعني على كل الحاجات دي علشان تقدر تشوف كل الفيديوهات اللي بنزلها. واشوفك في حلقات جايه.